وأنا هنا أسوق لمعاليك تصريح لأحد كبار السادة في الخارجية الإيرانية يقول أنه إيران أو سياسة إيران المائية في ظل الحكومة الجديدة هي أولاً تلبيات احتياجاتنا من الداخل، ثم بعدها نفكر باحتياجات جيراننا. يعني هي سياسة مخطط لها، يعني لم تكن عفوية. أستاذ نجم، يعني من حق أي دولة أن تفكر بمصالحها وتطور مشاريعها، هذا فشيء يعني ما حد يختلف عليه، ولكن على حساب الآخرين. من غير المنطقي أن تفكر باتجاه واحد، من غير المنطقي أن تفكر في اتجاه واحد، تفكر في تطوير مشاريعك هذه من حقك، ولكن هناك دولة أخرى تستفاد من هذه المياه. عندما يعني خلينا نقول يتم التفكير بهذه الطريقة، فبالتأكيد هذا موضوع لا يمكن للعراق أن يسكت عليه. وبناء عليه أستاذ نجم، احنا من 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 ارسلنا رساله رسميه الى وزاره الخارجيه والى رئاسه الثلاث، وضحنا بها حقيقه رساله كانت يعني مكونه من اكثر من 7 إلى 8 صفحات، تتضمن حق العراق في موضوع هذه الروافد المشتركه، وطلبنا الشكوى الرسميه لدى محكمه العدل الدوليه ولدى منظمة حقوق الإنسان. وإلا إحنا ليش توجهنا هذا التوجه؟ لأنه كان توجه حقيقة وحادي جانب، إذا كان مقصود فلا يمكن للعراق أن يبقى حقيقة يعني مكتوف اليدين تجاه إذا كانت هذه العملية مقصودة. فأنا أعتقد على وزارة الخارجية والوزارات الأخرى أن تتخذ دورها. إحنا من ناحيتنا كوزارة فنية هذا الخطر استشعرناه، ووضحنا هذا الموضوع بشكل واضح وجلي لكل الرئاسات الثلاثة، وأيضا حتى إلى رئيس الجمهورية. الكل على 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 تصور واضح. أنا شخصيا زرت الجميع، ووضحت خطورة هذا الموقف منذ فترة ليست بقليلة. طيب معالي الوزير، أنا أعجبت بكلمة أنه أنت قدمت إلى السادة الرئاسات الثلاث راح ترجعون إلى مجلس الأمن، والعراق لم يقف مكتوفية الأيدي تجاه السياسة الإيرانية تجاه المياه. ما هي عناصر الضغط التي لديكم على الجانب الإيراني بحيث تجعلون منه يتراجع عن سياسته هذا؟ شعدكم أستاذ نجم، عندما نتكلم احنا يعني كوزارة بالتأكيد يعني لدينا ايضا الجانب القانوني، لدينا المياه الدولية، لدينا اقسام ودوائر متخصصة. عندما ارسلنا البرقية او الرسالة الشمولية الى وزارة الخارجية كانت تتضمن حقوق للعراق مبنية على اساس المواثيق الدولية، فبالتأكيد لدينا الكثير من الامور سيتم مناقشتها والأدوات. خليني أسمع من هذا الكثير الذي لديكم معالي الوزير، خليني أسمع أوراق الضغط. أنا أتكلم أستاذ نجم على كل المواثيق الدولية، سواء يعني اتفاقية الأمم المتحدة لعام 97 واتفاقية هلسنكي لعام 92، وكل المواثيق الدولية التي تشير إلى حق الانتفاع ما بين الدول ومشاركة الضرر في حالات الجفاف ومنع حالة تحويل مجاري الأنهر. هذه مخالفة صريحة أستاذ نجم، هذه لا يختلف عليها اثنان. يعني لا تعتقد أنه هذا الموضوع يمر مرور الكرام إذا وصلت هذه الشكوى إلى محكمة العدل الدولية. يعني تعتقد معالي الوزير مجراها العدل الدولية شنو أقصى العقوبات التي يمكن أن تتخذها ضد إيران في موضوعات كهذا؟ شنو العقوبات يعني مثلاً؟ هذا الموضوع أستاذ نجم، يعني أنا ما أقدر هسه أنطي به قرار سابق لأوانه حقيقة. هذا الموضوع يعني يضع إيران في إحراج كبير أمام المجتمع الدولي. هذه الصورة يجب أن تصل إلى الجميع، إيران جزء من هذا المجتمع الدولي، لا يمكن أن تتصرف بمعزل يعني عن هذا المجتمع، ولا يمكن أن تقرر اهتمامها بالتمسك بالمجتمع الدولي وهي تقطع المياه عن العراق. هذه نقطة حقيقة مهمة جدا. أما النقاط الأخرى يعني خلينا نقول وسائل التفاوض الأخرى، فهناك لدينا لا يعتقد الجميع، وأنا متكلم بها في أكثر من مرة أستاذ نجم، أن العراق بلد ضعيف، لديه مقومات التفاوض ولديه أدوات كثيرة تخص وزارات مهمة كثيرة سوف تأخذ مجراها. طيب. إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود.